نأتي إلى قصتنا الأخيرة والأكثر تداولا في السعودية، وهي لفيديو لطيف وطريف في آن معا لرجل كان يصلي في الحرم المكي في خشوع تام، لكن وأثناء الصلاة حطت على رأسه حمامة. اللقطة لفتت انتباه طبيب كان في الحرم المكي أيضا اسمه منصور، ليخرج هاتفه على الفور ويصور هذه اللقطة الغريبة. إذن الحمامة لم تغادر رأس الرجل الذي يصلي لحين كان واقفا ولا وهو راكع أو ساجد. الحمامة وجدت مستقرها على هذا الرجل في بداية أو حتى من بداية الفيديو حتى نهايته، في شكل تصدر السوشيال ميديا في السعودية وحصد مئات الآلاف من المشاهدات. نتابع. لنقرأ أبرز التعليقات التي جاءت على هذا الفيديو، ونبدأ من مصور الفيديو نفسه وهو اسمه منصور، كتب في هذه التغريدة: رأيت هذا المنظر أمامي وأنا معتمر، قمت بتصوير هذا المقطع لأنه فعلا وقوف هذه الحمامة آمنة مطمئنة على رأس هذا المصلي وهو خاشع في صلاته والقرآن يتلى، شيء فعلا يصعب تفسيره. أما عبد الله الشمري فكتب في هذه التغريدة: تستخدم العرب الكناية التي جاءت على صورة تشبيه كأن على رؤوسهم الطير لوصف حالة تتسم بالسكون والترقب والخشية. أما سعيد فكتب في هذه التغريدة: روحانية المكان تنعكس على كل شيء.